وبالتزامن مع كشف جريمة هذه العصابة، فتحت النيران على الزميلة في قناة الجديد رابعة الزيات لكونها كانت قد استضافت في حلقة سابقة المتهم جورج مبيض، وهي تؤكد اليوم أن برنامج فوق 18 كان أول من فضح عصابات ومافيات الاغتصاب. موضوع جورج مبيض اللي يعني تبين انه مغتصب وانه مجرم بحق الاطفال، انا كأم كإنسانة كعالمية معنية بفضح هيدا الانسان مثلي مثل غيري بل اكثر، لاني اعلامية ولانه عندي برنامج معني بهيدي القضايا. نحن وقت اللي استضفناه كظاهرة غريبة بيعمل موديلات غريبة بالشعر، لا أكثر ولا أقل. أنا ما بعرف الناس شو بتعمل ببيوتها، ما بعرف الناس شو بتعمل خلف الأبواب المغلقة. أنا طبعا ضد الترويج لأي إنسان إذا كان مرتكب أو مغتصب، وتحديدا الأطفال، ولكن نحن شو بعرفنا لما أعرف لما يظهر سلوكه على العلن؟ أنا أول وحدة بدينه. أضف إلى ذلك والأهم من هيدا كله للي عم بيهاجمه هيك جزافا وطلعوا الفيديو، شاطرين بنكش الفيديوهات، بدي اقول لهم انه هل انتبهتوا انه فوق 18، برنامج فوق 18 والتلفزيون الجديد وفريق برنامج فوق 18 اللي انا من ضمنه ضوى على السرقات على طريق المطار، ومن بعد بيومين من حلقة السرقات على طريق المطار نزلت الدوريات وصار في توقيف لمجرمين بسبب رفعنا للصوت بفوق 18. وجورج مبيض ما هو إلا نقطة ببحر شبكة كتير كبيرة رح نكشفها بفوق 18، ساعتها اللي عم يهجموا يبقوا يتذكروا شو عمل هالبرنامج وشو عملنا نحنا.